دايرين؟ لاباس عليكم؟ عواشركم مبروكة بصحيحة طول العمر ان شاء الله يا ربي. اليوم غادي نشارك معكم واحد الطريقة الخطيرة الرهيبة اللي ما غاديش تعودوا تستغناو عليها، اللي غادي نحتاجوا فيها الصابون، وغادي نحتاجوا فيها ان شاء الله الكوكا كولا اللي غادي تبهروا من نتيجة من اول استعمال وما غاديش تعاود تخطاكم باذن الله. كيف ما شفتوا هنا في الصوره كنبشروا او كنحكوا الصابون ديالنا، يعني حتى كنحكوه كامل بهذه الطريقه هذه اللي طريقه جد سهله وجد مبسطه، والاهم انها مهمه جدا جدا. كنتمنى من كل قلبي انكم ما تبخلوش على اختكم سناء باللايك فضلا وليس امرا منكم، باش كتشجعونا باش ديما كنجيبوا لكم المزيد في المزيد ديال الحاجات اللي غادي تنفعكم وتسهل عليكم الحياه اليوميه. وكذلك لاول مره كيشوف القناه ديالنا يضغط على الزر اللي بالاحمر ويفعل الجرس باش ديما يوصلوا الجديد ديالنا. وهنا في هذا الاثناء خوتي كيف ما شفتوا المشروب ديال الكوكا كولا ضفناه على الخليط ديالنا اللي بشرناه او الصابون اللي بشرناه، وكيف ما كتشوفوا التفاعل ديالو معاه. وكذلك غادي نحتاجوا هنايا الصودا او البيكربونات دو صود اللي غادي نحتاجوا معها جوج ديال الملاعق كبارين، اللي كيف ما قلت لكم هذه الوصفه هذه ديش تعاود تخطاكم نهائيا وغتسهل عليكم شحال من حاجه في المنزل ديالكم بدون تعب وبدون مشقه وبدون عناء. هنا في هذا الاثناء كيف ما شفتوا التفاعل ديال البيكربونات دو صود وكذلك ديال الصابون وكذلك ديال مشروب الكوكا كولا، وهنا في هذا الاثناء من بعد ما مزجت العناصر مع بعضها ضفتها في هذا الوعاء هذا اللي غادي نحطو على النار اللي غادي نخليه، وغادي نوريكم الطريقه بالتفصيل، غير بقاو مع لا فيديو. صافي هنا كيف ما شفتوا كنحرك الخليط مزيان، وهنا في هذا الاثناء راني وضعته على النار اللي غادي يعني يطلع عليه الغليه. ضروري البنات يديكم ويد التحريك باش تطلع ديك الغليه ويعني يذوبوا العناصر مع بعضهم باش كيعطيونا مفعول قوي 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 جدا في الوصفه ديالنا. هانتوما كيف ما شفتوا الخليط خاصو يجي هكا وطلع هذيك الغليه، هانتوما غادي تشوفوها يعني العناصر هنا كتكون تجانسات مع بعضها، هذا هو المبتغى ديالنا. هانتوما كيف ما كتشوفوا هنا في الصوره هو الخليط طلع، يعني العناصر تجانسات مع بعضها. وهنا يا خوتي انتقلت معكم هنايا باش نوريكم الطريقه اللي غادي نستعملو دابا. هنا من بعد ما حركت الخليط ديالنا خاصو ضروري البنات يبرد، ضروري ويبرد واحد شويه، وغادي نجيبو اي وعاء عندنا او اي طويصات بحال كيف ما كتشوفوا انا عندي هاد الطويصات هادو، يعني الاحجام اللي بغيتو، وغادي نوضعو فيها هاد الصابون ديالنا او هاد الخليط ديالنا اللي ما غاديش نعاودو نستغناو عليه نهائيا من المطبخ ديالنا. هانتوما يا كيف ما كتشوفوا صافي. وهنا في هذا الاثناء غادي نخليه يبرد على جنب، هانتوما يا كيف ما كتشوفوا غنخليه يبرد وغادي نرجع معكم. وهنا خوتي كيف ما شفتوا ها هو يا المعجون السحري ديالنا وجد اللي غادي يبهرنا في غسل اي حاجه عندنا ديال الانوكس، يعني حوض الاستعمال او الصنابير او اي حاجه عندكم ديال الانوكس، هذا غادي يعاونكم بواحد طريقه او بواحد تقنيه رهيبه وخطيره، وهانتوما غتشوفوا بعينكم. شوفوا ما شاء الله، يعني شوفوا كيف كان الحوض يعني ديالي كيف ما شفتوا، وغادي تشوفوا غير غادي ندير عليه تدويزه خفيفه هانتوما كيف ما كتشوفوا، وغادي نوريكم كيف غادي يولي غزال ما شاء الله وفيه اللمعه خطيره رهيبه. كيف ما قلت لكم هذا او هذيك الوعاء غادي تخليوه في الجنب ديالكم في المطبخ، فوق ما تبغيو ديروا تدويزه على الحوض ديروها او على الصنبور حتى هويا دوزوا عليه كيخلي واحد اللمعان رهيب. وكذلك الى عندكم هكايا شي كسرونات او طنجرات ديال الاينوكس، يعني راه ما نقولش لكم شوفوا ما شاء الله اللمعه اللي خلى ليا في الحوض ديالي هنايا كيف ما كتشوفوا،
كنشفو ضروري الحوض ديالي، خاصني نشفو ما يبقاش فيه دوك القطرات. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله على اللمعه، يعني راه ما حكيتو البنات ما حتى شي حاجه، راه شفتو بعينيكم، فقط دوس عليه ديك الحليفه ديال الصابون. هنا كيف ما كتشوفوا كنوريكم الصنبور او الروبيني ديالي كيف كان، وما شاء الله غادي تشوفوا كيف غادي يولي. دوست عليه فقط بديك الاسفنجه صافي ديال الغسيل، وغسلته بهذاك المكون او ديك الخلطه اللي صوبت معكم. شوفوا ما شاء الله اللمعه البنات، شوفوا 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 بعينكم، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني بدون تعب بدون مشقه بدون عناء، هذا هو الاهم عندنا، وهذا الشيء اللي حنا كنقلبوا عليه. ويعني النساء العالم بصفه عامه كيبغيو يصوبوا او كيبغيو ينقيو المطبخ ديالهم بدون عناء وبدون تعب، لا هو ولا الحوض. وغادي نشارك معكم حتى واحد طنجره او كسرونه عندي كانت تحرقت ليا فوق البوطه، وغنوريكم يعني بكل سهوله حيدتها، يعني ما تعذبت معها ما حتى شي حاجه. كنتمنى منكم خوتي انكم ما تبخلوش عليا باللايك، كنتمنى منكم ما تبخلوش على اختكم سناء باللايك. وهذه هي الكسرونه اللي كنت قلت معكم انها تحرقت لي فوق البوطه، وهي بكل سهوله غادي تحيد وما غتبقى حتى شي حاجه فيها، يعني بدون ما تعذبت او ضرتني ايديا. ديك صويبينا ما تعاودش، او ديك الطويصه خاصها تكون حداكم ما تعاودش تخطاكم كيف ما انا ما غتعاودش تخطاني. يعني اي حاجه حتى الصنابير ديال الحمام، حتى اي حاجه المراه البنات، حتى المراه حتى هي ديروا ليها حتى هي هذيك المكونات اللي صوبنا، وتمسحوا بها المراه ديالكم كتولي غزاله وكتولي فيها واحد اللمعان غزال. وهنا البنات كيف ما كتشوفوا ها هي الكسرونه ديالنا اللي قلت لكم تحرقت ليا، هي ما شاء الله ما بقات فيها حتى شي حاجه. ونتمنى منكم خوتي انكم ما تبخلوش على اختكم سناء باللايك، وتهلاو لي فراسكم الى فيديو قادم باذن الله. مع السلامه حبايبي العزاز.